السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت بلس برايمري 1 الترم الاول، وبنكمل مع بعض شرح يونت 1 الوحدة الاولى This is me، هذا انا. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. كنا انهينا المرة اللي فاتت الشرح مع الجريتينجز او التحية، ازاي بنحيي حد وبنقول له هلو، هلو يعني اهلا لما بنقابله، وبنقول له كمان جود باي، جود باي يعني مع السلامة وداعا. والنهاردة هنتكلم على حاجة اسمها الابيرنس او المظهر الخارجي، الشكل الخارجي للاشخاص للناس اسمه appearance يعني المظهر الخارجي. اول حاجة نعرفها في المظهر الخارجي او الابيرنس هي شكل الشعر. لو هو شعر طويل بنقول عليه long hair شعر طويل، ولو هو شعر قصير بنقول عليه short hair. ولو هو شعر ناعم مفرود بنقول عليه straight hair. ولو هو شعر مموج يعني مجعد بنقول عليه curly hair. يبقى مرة كمان long hair ده الشعر طويل، short hair ده الشعر القصير، straight hair ده الشعر الناعم، curly hair ده الشعر المموج او المجعد. وطبعا هنتكلم عن لون الشعر. فاول حاجة الشعر البني اسمه brown hair شعر بني، والشعر الاسود black hair شعر اسود، والشعر الاشقر اللي هو الشعر اللي لونه اصفر او ذهبي ده اسمه blonde hair شعر اشقر، والشعر الاحمر اسمه red hair. وطبعا هنتكلم عن لون العين. اول حاجة هنعرفها brown eyes يعني عيون بنية لونها بني، و blue eyes يعني عينين لونها ازرق، green eyes يعني عينين لونها اخضر عيون خضراء. وكمان لازم نعرف لو الشخص اللي قدامنا ده لابس نظارة او نظارة، يعني النظارة اسمها glasses. مرة كمان glasses يعني نظارات. والنهاردة كمان يا اصحابي عايزين نتعرف على حاجة اسمها life stages حياة، وstages يعني مراحل الحياة، المراحل اللي احنا بنمر بيها واحنا عايشين في الدنيا. فاول مرحلة طبعا البني ادم اول ما بيتولد بيكون اسمه baby يعني طفل رضيع. مرة كمان baby. تاني مرحلة بيمر بيها بعد ما بيكبر شوية بيبقى اسمه child يعني طفل، بس طفل كبير شوية، child يعني طفل. بعد كده بيخش في مرحلة اسمها مرحلة المراهقة اللي هو بيبقى اكبر من الchild بشوية، جسمه بدأ يكبر بس لسه ما بقاش كامل النضج، فده اسمه teenager يعني مراهق، دي مرحلة المراهقة teenager اللي هو المراهق. بعد كده بيكبر اكتر شوية وبيبقى بالغ وكامل النضج وبيبقى اسمه adult يعني كبير يعني ناضج يعني بالغ، adult
وبعد ما بيكبر ويبقى بالغ وكامل النضج بيعجز بقى وبيبقى عجوز، وده بيبقى اسمه elderly person. elderly يعني مسن يعني عجوز، وperson person يعني شخص، فبيبقى اسمه elderly person. elderly person elderly person. ودي اللايف ستيجز او المراحل بتاعه الحياه الخاصه بالهيومن او بالانسان. فنقولهم مره كمان: بيبي 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 يعني رضيع، child 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 يعني طفل، teenager 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 يعني مراهق، adult 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 يعني بالغ كبير، elderly person elderly person elderly person elderly person يعني شخص مسن، حد عجوز وكبير في السن. والنهاردة كمان يا أصحابي عايزين نتكلم عن الgreetings أو التحية، إزاي بنحيي الأشخاص وإزاي بنتعرف عليهم. فلما بقابل حد أول مرة أقابله فببقى عايز أعرف اسمه إيه، فبسأله What's your name? What's your name? What's your name? What's your name? ما هو اسمك؟ طب لو قابلت حد انا عارفه بس معاه شخص تاني انا مش عارف اسمه ايه، ولد او بنت، يعني مثلا انا معايا صديق ليا قابلته بس معاه حد تاني ولد او بنت انا مش عارف اسمه، فبسأله واقول له اسمه ايه او اسمها ايه. لما اجي اقول له اسمه ايه، اسم الشخص اللي معاك ده ايه، بقول له What is his name? What is his name? ما هو اسمه؟ What is his name? His name هو اسمه ايه. What is his name? مرة كمان. What is his name? What is his name? هو اسمه ايه؟ ما هو اسمه؟ لو اللي معايا دي بنت مش ولد فبقول What is her name? What is her name? ما هو اسمها؟ What is her name? وطبعا هنا لازم نلاحظ ان his بتيجي للولد، بتعبر عن ان الشيء اللي انا بتكلم عنه ده ملك لولد، شخص مذكر او رجل يعني. ولما بتبقى حاجة ملك بنت او ست مثلا بنقول عليها هير، هير يعني ملكها. يبقى هز هز يعني ملكه، هير هير يعني ملكها. فمرة تانية What is his name يعني ما هو اسمه. What is his name What is his name. ولما تكون بنت بنقول What is her name What is her name What is her name يعني ما هو اسمها. طب لو عايز اسأل حد عن سنه او عن عمره بقول له How old are you How old are you كم هو عمرك، عندك كم سنة. How old are you How old are you. فهو بيرد علي مثلا ويقول لي I am six I am six I am six يعني أنا عندي 6 سنين. طب لو عايز أسأله عن عمر الولد اللي معايا أو البنت اللي معايا بقول له How old is he How old is he يعني كم هو عمره، فبقول له How old is he How old is he How old is he كم هو عمره. طب لو هي بنت بقول له How old is she How old is she How old is she كم هو عمرها. فهو بيقول لي مثلا he is 7 he is 7 هو عنده 7 سنين he is 7. ممكن يقول لي she is 7 she is 7 she is 7 هي عندها 7 سنين. لما اجي اتكلم عن شكلي بقى والappearance بتاعي او المظهر الخارجي بتاعي ممكن اقول I have brown hair I have brown hair انا عندي شعر بني I have brown hair. ولو اخويا او اختي مثلا موجودين معايا وهو لابس نظارة او هي لابسة نظارة فبقول He has glasses He has glasses He has glasses He has glasses يعني هو عنده نظارات، هو لابس نظارة. او She has glasses She has glasses She has glasses She has glasses يعني هي برضو عندها نظارة او لابسة نظارة. وhas هنا بمعنى يملك، وطبعا have
او اللي هو verb to have فعل يملك بتيجي مع he و she و it بيكون اسمها has. has يعني يملك. وهنشرح verb to be و verb to have الايام اللي جاية، تابعونا علشان خاطر الشرح ده هينفعكوا في كل المراحل بعد كده ان شاء الله. يبقى لما اجي اتكلم عن حاجة بيملكها اخويا او حاجة بتملكها اختي او اي حد تاني، اي ولد تاني او اي بنت تانية، لما اقول هو يملك بقول he has he has he has. لما اقول هي تملك، هي عندها حاجة، بقول she has she has she has. واخر حاجة هناخدها النهاردة wave. wave يعني موجة، بس هنا بتيجي بمعنى يلوح، يعني نشاور بإيدنا ونعمل باي باي بإيدنا، فاسمها wave goodbye. wave goodbye يعني يلوح وداعا. wave goodbye يعني يلوح وداعا. مرة كمان wave goodbye. وبكده نكون انهينا درس النهاردة، وده الجزء الثاني من شرح unit 1 this is me او هذا انا في منهج connect plus primary 1. اتمنى ان انت تكون استفدت. لو استفدتم من الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 استفادوا او 1000 تحت الفيديو. والأهم إنك تشارك الدرس مع أصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما إن في حد غيرك محتاج المعلومة، وهتفرق معاه كتير وإنت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وأنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.